وينضم إلينا من ريف درعا الناشط الإعلامي أحمد المسالمة. أهلا بك سيد أحمد، بداية كيف بدت الأوضاع اليوم في محافظة درعا مع تصعيد قوات النظام؟ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أخي الكريم، اليوم بدأ صاخنا جدا، وكانت العملية العسكرية التي حاول الأسد وزبانيته والميليشيات الإيرانية العمل عليها في منطقة ريف درعا الشرقي المتاخم للسويداء من الجهة الشرقية لمنطقة اللجائل المسيتشي وبصر الحرير، محاولة جس نبض كما ذكرها الجيش الحر بتقاريره، كانت خاوية الوفاق، بل أنها كبدتهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. الميليشيات الإيرانية واللبنانية حاولت مشاغلة الجيش الحر بمنطقة كتيبة الحران من غرب ريف السويداء من جهة عاصم والمسيتشي من منطقة اللجاء لتمرير الأرتال التي كانت تحاول تقديمها من إزرع وخربة غزالة إلى مدينة درعا، فكان مصير هذه الأرتال الموت المحتم والإحراق بنيران الجيش الحر، وقصف المربع الأمني واستهدفت الميليشيات الإيرانية الموجودة بمدرسة الثورة بدرعا المحطة من غرفة البنيان المرصوص وحي سجنة وأيضا حي المنشية، بالإضافة إلى محيط مخيم درعا. نعم، الاختبار الأول للجيش الحر في هذه المواجهات بعد هذه التهديدات كان جيدا جدا، غارات جوية على المسيتشة، شهيدين في ناحته وجرحى في اللجان نتيجة القصف العنيف نعم، والمركز على المنطقة، لم يثمر على شيء، إنما خسائر لعصابات الأسد نعم وتشهد عليهم المشاهد. سيد أحمد، يعني في ظل كل ما تفضلت به، هل ما زالت قوات النظام تستخدم التعزيزات العسكرية إلى درعا؟ وأين تتركز قوات النظام؟ تتركز قوات النظام على مدينة درعا وخربة غزالة، وبالإضافة إلى الشيخ مسكين التي تشهد تحشدات اليوم وتعزيزات ورفع جاهزية، والجهة الشرقية من منطقة اللجاء وتحديدا الريف السويداء الغربي إن كانت الدارة والكوم، بالإضافة إلى منطقة حران والكتيبة المهجورة هناك ومنطقة مثلث أرياف درعا دمشق القنيطرة. اليوم قطعت قوات النظام الطريق الدولي بموقع منطقة خبب على الأستراد الدولي، وجعلت منه حامية مدنية أمنية بحملة أمنية كبيرة، وأيضا قطعت الطريق من خربة غزالة وأغلقت الحواجز لتسهيل مرور آلياتها وسياراتها على الاستراد الدولي. نعم، حزب الله اللبناني اتخذ من أحد مدرسة التمريض في المشفى الوطني مقر قيادة له اليوم، وطرد الممرضين والمتدربين من هناك وأخذ منها نعم إذا نعم نقطة سيد عسكرية. أحمد، يعني إذا ما انتقلنا إلى الجانب المدني، هناك حالة نزوح، حدثنا عن أوضاع المدنيين وإلى أين ينزحون؟ المدنيين ينزحون إلى المناطق الجنوبية من محافظة درعا والأكثر أماناً والقريبة على الحدود السورية الأردنية، لأن المدنيين دائماً يتطمنون على منطقة الحدود بأنها بعيدة ولا تستطيع عصابات الأسد قصف الشريط الحدودي في هذه المناطق، ويتوجهون إلى المناطق الأكثر أماناً والمناطق التي يشعرون بها بالأمان. أوضاعهم إلى هذه اللحظة غير إنسانية، لم يجدوا المساكن بعد، المدنيين خرجوا من القرى والبلدات نتيجة القصف العنيف الذي حصل اليوم والتهديدات التي كانت يوم أمس. إلى هذه اللحظة هناك العمل الجاد والكبير من المجالس المحلية لاحتواء أهلنا المهجرين، وهناك جهود جبارة تبذل، وهناك خطط الطوارئ التي كانت أعلنت عنها المجالس المحلية بالتوافق مع الفصائل الثورية نعم، والجيش الحر بأن هناك حالة طوارئ لاستقلاب النازحين، وكل شيء بإذن الله تعالى نعم، تحت السيطرة. أشكرك جزيل الشكر من ريف درعا الناشط الإعلامي السيد أحمد المسالمة.